أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع. كل سنة والأمة الإسلامية بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. رحب بزميلتي شرهان، كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة، ودايما كل سنة نحتفل بالعام الهجري. يا رب العالمين كل سنة نكون بخير وأمان كل الدول العربية وكل الأمة الإسلامية. معانا النهاردة ضيفنا رجل القانون سيادة المستشار محمد نجم. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. وائل نجم، سيادة أهلا وسهلا المستشار بحضرتك النجم، فندم. سيادة المستشار وائل نجم، يا أهلا وسهلا بعتذر. بحضرتك. لا لا، طبعا حضرتك منورنا الله النهاردة، يخليك. وبنكتمل النهاردة حلقة جديدة، حلقة لتكملة قانون التصالح. وإيه هو، لأن الموضوع مش هينفع ينتهي في حلقة أو اتنين وتلاتة، لا احنا متواصلين معاكم عشان نفهمكم ما هو قانون التصالح، وأكتر حد هيفهمنا هو سيادة المستشار وائل. أهلا بحضرتك يا يا اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه استاذ اشرف، كل سنه وانتم طيبين، وطيب يا معالي كل سنه المستشار. ومشاهدين برنامج همسه المواطن بخير. كل عام والشعب المصري وجميع الدول العربيه بخير وصحه وسعاده. قانون التصالح ما بين رفض وتأييد وحالة من الغضب العارم في الشارع المصري بسبب قانون التصالح، وأيضا غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قانون التصالح. هناك بعض الناس البسطاء لا يفهمون قانون التصالح والأسعار المنوط بها التصالح على البناء تمام. بالمخالفة أو بدون رخص. أولا، هو ما فيش حد معترض إطلاقا على إن احنا نصحح الخطأ اللي موجود أو أي خطأ كان موجود، ولكن هو يمكن جملة الاعتراض أو جملة اللي حاصل داخل عموم الشعب المصري، إن هو مثلا النهارده نظرا للظروف الاقتصادية فالواحد ما هوش قادر. طيب أنا النهارده اشتريت الشقة دي من فلان، وفلان كان شاريها من فلان، طب أنا اللي هاجي أحاسب، لأن أنا المنوط بيا إن أنا أحاسب، لأن أنا اللي قاعد في العين، فأنا المضرور أو أنا اللي قاعد في المكان ده لازم أنا اللي أحاسب على المكان ده. لما نيجي النهارده نيجي نتكلم ونقول ان انا عندي جديه تصالح، يبقى في جديه تصالح، لكن انا ليا تعقيب على مسمى القانون ان هو اسمه قانون تصالح. هو المفروض ان هو ما يبقاش اسمه قانون تصالح، هو المفروض يعدل، لان انا ما بتصالح النهارده بتصالح على مخالفه، فيبقى اسمه قانون توفيق الاوضاع او توفيق المخالفات اللي كانت موجوده عندي. احنا النهارده الشعب المصري طبعا ما عندوش مانع ان هو يتصالح، ولكن لازم يكون في نوع من الرأفة او العدل. لما يجي يقول لي المتر من 50 جنيه ل 2000 جنيه، ماشي، بيختلف من القرية للمدينة، من على الشارع، من جوه، من حارة، من شارع كبير، شارع ضيق، فدي بتختلف طبعا طبقا لكل محافظ داخل محافظته. طب انا ممكن استكمل مع حضرتك بس اتفضلي. السؤال، اتفضلي. هل القانون ده يطبق على المستأجر ايضا مش المالك، يعني حتى اللي موجود في العيله هو مستأجر مش شاري؟ المستفيد، القانون يطبق على المستفيد، لان النهارده انا النهارده مش عاجبني، طب انا همشي. قصه المستأجر، المستأجر ممكن يكون هو اللي بيتحمل او يكون المالك هو اللي يتحمل. ليه المالك يتحمل؟ لان انا اللي باجر، انا مستفيد. طيب النهارده بايد المستأجر انه يمشي، مش هكمل، مش هقعد في الشقه دي، اروح اشوف شقه تانيه طالما حتى عندي. لو هو كان قانون، لو كان قانون قديم. بتفرق بقى من قانون قديم اللي هو المدة بتاعته بتفرق، فأنا مجبر إن أنا أتصالح، طيب. أتفق مع المالك، هل هيوافق معايا ولا مش هيوافق؟ هي دي اللي بتفرق. طيب حالة الاحتقان، هل ترى حضرتك إن هي من ارتفاع الأسعار، وخصوصا في المدن، وخصوصا في محافظة مثل محافظة الإسكندرية اللي طبعا تم بناء كم هائل طبعا من الأبراج، من الأبراج، وطبعا كلنا يعلم جميعا أن الإسكندرية بها أو يعني تحت ستار الكحول يتم البناء. تمام. وطبعا اللي بيشتري شقة، أنا اشتريت شقة، تمام، الناس بقى تقول لك طب أنت ما أنت عارف أنه مخالف. أنا النهاردة كشاب عندي معايا 150 ألف، 250 ألف، عايز أستقر، عايز أتجوز، لقيت حاجة رخيصة أو حاجة مناسبة ليا، بضطر أن أنا أشتريها. الغلو بقى في تسعيرة التصالح
وخصوصا في المدن، هل ترى ان هو يعني انا عاوز اتكلم بس في نقطه يا استاذ اشرف. احنا لما نيجي نتكلم وبنقول ان انا النهارده الشاب معاه 150 ولا 200 الف جنيه، الكلام ده مش مظبوط، لان ده مفيش حد. بيعمل لا لا لا، هو الكلام ده بيعمل مش مظبوط. قروض بيخشوا جامعات ويخشوا وقروض قروض وقروض ويبيع حته وبيستلف ارض او ابوه وبيقترض بيساعده او والدته بتساعده طبعا هو عشان يبدا يخش في يخش شقه، في بيدفع شقه. جزء مقدمه منها اذا كان 20 30 الف ولا 50 الف جنيه ويبدا وهكذا ويكمل. القصه هنا احنا يعني لينا كقانونيين نقط معينه على هذا القانون. هذا القانون يشوب عوار دستوري وفي مخالفه قانونيه صريحه. انا عندي الماده 95 من الدستور، ده مخالف الماده 95 من الدستور. الماده بتقول ان العقوبه دي شخصيه، يعني طب انا النهارده بمعنى كلمه شخصيه ان اكون انا اللي عملت المخالفه دي، انا ما عملتش المخالفه دي، ده انا اشتريت المكان ده. طيب بيقول لك ولا جريمه ولا عقوبه الا بناء على القانون. طيب انا النهارده القانون ده لسه مطبق النهارده. يعني ايه مطبق النهارده؟ يعني لسه جديد. ماشي، ما يجيش اطبقه لي باثر راجع على اللي فات. يعني طب ايه على هو اللي فات؟ طبقه فندم اللي قبل 2008 لما انا ما عاوز اقول زال. لحضرتك بس ان المباني في مصر بتقسم عندنا ثلاث انواع. نوع اللي هو من قبل 11/5/2008، النوع ده سواء مرخص مش مرخص مش هنطبق عليه اي حاجه، اللي هو 11/5/2008. عايزين بس نوصف واذا تم الناس. تطبيقه بالفعل انطبق عليه وتمت ازاله البيت، مين هنا المسؤول ومين اللي بيتم لا انا المراجعه عاوز اقول لك معاه ان في وحسبته. احكام، عاوز اقول ان في احكام خاصه صادره من محكمه النقض واحكام صادره من محكمه القضاء الاداري الاداريه العليا، ان لو حد ادير وتم ازاله المبنى بيتم على نفقه الحكومه انها تبنيه من تاني. يعني وده بيتم ان قانون هي تبنيه على تبنيه، نفق، ده يعني ملزمه، ده ده بموجب معناه ان لو القانون. تم هدم او ازاله لاي عقار موجود معلوش قضيه موجوده او حكم نهائي هو قبل عامه 2008 هو وقبل 2008 ما ينفعش لا. خالص. وفي نقطه ثانيه كمان، في نقطه لكلامك الدوله يا استاذ، دي واحده ترجع عشان نوصل، دي واحده عشان لكلامك نوصل. بس لازم هو ما ما يكونش مبني بيتمش على ارض ما دوله بيتمش ما او املاك بيتمش دوله. ما بيتمش اللي ما بيتمش ازاله اي عقار الا بعد ما بيتبعت لصاحب العقار، بيتبعت له انذار بان هو يذهب لاقرب حي او وحده محليه او سواء في القريه عشان يتم التصالح. في حاله رفضه هنا بيطبق القانون بالازاله، لكن لا احنا هو هنا ما بيتمش بنتكلم، الازاله لا احنا بنتكلم عن تم الازاله انذار بالفعل. ما هو لو كان لصاحب في، لو كان في حكم نهائي وكان في قضاء ما كانش هيجي بناء على، احنا في قانون هنا، في قانون. فالفكره هنا طالما القانون بيطبق ما كانش هينفع ان هو يعمل له ازاله العقار وهو عارف ان القانون من قبل 2008 ما طبقش. فهنا ما فيش حكم اصلا، هنا تمت الازاله هو بناء بيتم على ايه؟ بيتم انذار، بيتم انذار صاحب الحاله، بيتم انذار صاحب العقار من جهه الحي في خلال، وبيحددوا له وقت معين، ممكن شهر او على حسب المدة اللي هتنتهي فيها التصالح في الحي. عايزين بس نأكد على نقطة واحدة، وبيبعتوا له قبل 11/5/2008 الدولة لا تقدر تطالبك بترخيص ولا تقدر تطالبك بإن أنت توفق أوضاعك. ده بالنسبة للجزئية الأولى قبل 11/5/2008. ما بعد 11/5/2008 بيتقسم عندنا الجزئين من 11/5/2008 لحد 2017 اللي هو 22/7/2017. ليه بنقول 22/7/2017؟ هو آخر ميعاد للتصوير الجوي اللي كان موجود في السابق اللي هو بيعتمد عليه. ماشي، ده بيتقسم عندي نوعين: عقار اتبنى برخصة رسمية وصادر مثلا من الحي وتمام تمام، ولكن بعدد معين من الطوابق مثلا 4 أدوار 5 أدوار، يعني بهذه النتيجة. وهو بنى ماشي بقى أكتر من وما دفعش، لا وما دفعش ثمن المخالفات، اما اللي هو التعليه بتاعت الرخصه الرسميه، فبيتم دفع المخالفه وما بيجيش ازاله عليه. الجزء ده بالذات عشان بس الناس تبقى فاهمه، الجزء ده ما فيش عليه ازاله، بيدفع المخالفه يعني بيدفع المخالفه. ده لو هو بنى عقار ازيد من عدد ادوار، عدد ادوار أكتر. طيب احنا نقطه تانية بس سياده المستشار اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، وقلنا كان اتصل مهندس اسمه اشرف كان في اتصال في الحلقه اللي فاتت واكد ان هو شخص بيتكلم كمهنيا وفي مكانته وفي شغله اللي فاهم فيه، بيقول لك ان العقار ده اصلا ما بيشيلش غير 3 4 ادوار، انت هتكمل تبني 9 ادوار 8 ادوار. السلامه الانشائيه راجعه لمين بقى؟ السلامه الانشائيه راجع للحي. راجع للحي بس. لا معلش، حتى لو الحي غلطان وموظف الحي اللي جه طلع لك تصريح بده، ده مش بناء عليه ان انا هكمل لك المباني بتاعتك، ولا بناء عليه لا طبعًا ان طبعًا. انا هكمل العقار واديك ترخيص بيه وما اهدمهوش، هسيبه لحد ما يموت الناس. اعتقد لا ده برضه مش طبعًا. طيب احنا يعني في زي ما قلنا في حاله احتقان، هل حضرتك ترى ان يجب على الدوله مراجعه اسعار التقنين او اسعار التصالح؟
بص انا أولاً, اولا التسارع مبالغ بتبقى فيها اسعار انت النهارده بيجي بتقدم على 25%, خصوصا ان 25% دي نسبه كبيره, الحاله الاقتصاديه لبعض المواطنين. احنا بنتكلم في 25% دي نسبه كبيره. احنا بنطالب الحكومه بحاجه واحده دلوقتي, انت لو عايز توفق اوضاعي او تعمل الاجراءات اللي هي القانونيه, انا اجي اقول يا جماعه الرخصه اللي هياخد رخصه من عندي هيدفع مثلا 20-30 ألف جنيه واكتفي بهذا القدر. اما اللي باني على املاك دوله او اللي ما عندوش سلامه انشائيه ده اللي اقدر اتكلم فيه فيما بعد, انما انا النهارده باخد كله في قلب بعضه باكج واحد فما ينفعش. طيب في برضه عشان برضه بيحصل لغط عند الناس, في املاك دوله يعني في قرى في صعيد مصر املاك دوله من سنه 70 تمام وداخل حيزها عمرانيه تمام. يعني انا والله العظيم يعني من بالامس تم ازاله منزل ست بتربي معاها ست اولاد اطفال ايتام بتربيهم, ويمكن الناس ملمين الناس الست دي عشان يساعدوها تمام, ومع ان ما زال لسه على غلق باب التصالح 15/9 ولكن للاسف بيجي يتهدلها وتركب يعني اي حد, ما فيش حد بيتهدله دلوقتي خلي بالك عشان ما تبقى انت عارف, لا في وقف لا ده تجاوز, ده تجاوز, في تجاوز. طب انا عايزه بس ارجع لحضرتك في حضرتك ثواني يا استاذه, في حضرتك في المحافظه اتمدت عندنا بني سويف ل 15/9 ولكن ما زالوا بيطبقوا قرارات الازاله للناس اللي ما راحتش او بدرت, مع ان في ناس ما تعرفش, ناس بسيطه لسه ما وصلهاش ان هي تروح تتصالح. فاحنا انا بتوجه للسيد محافظ بني سويف يا فندم, الناس بتوع المجالس المحليه والوحدات المحليه يا ريت طالما ان احنا عندنا فتره او وقت كافي 15/9 يا ريت الناس بتوع الوحدات المحليه يبتدوا ينظروا الناس تاني قبل ما يهدوا لهم, لان الناس مش مستحمله. طيب طبقا لكلام استاذ اشرف, انا برضو عايزه اكد على حاجه, احنا ما بنخصصش يا جماعه, احنا جميع المحافظات, احنا ما بنناديش برضو. دي حاله انا بتكلم يا استاذه, دي حاله شفتها وانا حضرتها عشان شافها بعينه طبعا, لكن احنا من هنا من البرنامج احنا ما بنميز محافظات, احنا بنتكلم على الدوله ككل ونظام وقانون بيسري على المجتمع ككل, ما فيش محافظات معينه. ولكن من هنا بقى عايزه اسال سياده المستشار في حاجه, لو تم بالفعل الهدم وتمت الإزالة وتم الإجراء القانوني سواء قبل 2008 أو بعد 2008 لأسرة مشتتة ما عندهاش أي بيت موجود وهتبقى في الشارع وما فيش ليها مقر تاني, أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال, هل الدولة هتسمح بالناس دي تفضل موجودة في الشارع؟ هل إحنا هنوصل بينا الامر ان احنا نسيب الناس دي في الشارع حتى لو هم كانوا غلطانين, ولا ايه التفادي المشكله وايه الحل اللي ممكن نقدر نوجهه للناس, وكمان ايه الوعي اللي ممكن نقوله للناس عشان ما يتعرضوش للمشكله أولاً دي؟ اولا الدوله حريصه على المواطن المصري في كل المجالات سواء مجال الاسكان او مجال الصحه, ولكن انا عاوز اقول ان احنا النهارده لما يكون عندي قانون, القانون النهارده اتحط مثلا ما بقاش بين يوم وليله, القانون ده بيتحاول بيتناقش بقاله اكتر من 3 4 سنين لانه كانوا يحاول يدرى المشكله بتاعه القانون 119 عشان برضو كان بيقول نمنع المباني ازاي, طب في حبس, طب في غرامات, وبرضو كانت الموضوع كان شغال, الناس كانت متزايده. فاحنا النهارده لما يجي قانون الموضوع وبيقول يا جماعه انا دلوقتي بمد المده من 15/8, كان فاتح الفتره دي من اول 7 لحد 15/8, بعد كده مد الفتره دي ل 30/9 مش 15. طيب حضرتك بما ان حضرتك فتحت قانون ال 119, انا برى ان القانون ده يعني قانون جاحف لبعض المناطق تمام, لان انت بتساوي اللي بيبني في قريه زي اللي بيبني فيلا زي اللي بيبني اوضتين, زي راجل بسيط فلاح هيبني بيت اوضتين وصاله ومطبخ وحمام, فانت بتسوهولي بحد تاني هيبني في المجتمعات العمرانيه او هيبني داخل هيبني فيلا او هيبني برج. فانا برى ان يعني احنا بنناشد بتعديل قانون 119 لان خلاص 119 خلاص لبعض الاماكن, في عندنا واحد 20 هو ده, يا ريت احنا برضه بنناشد برضه ان موضوع فتره التصالح يكون فيها فتره تاني او تمتد لفتره تاني معينه, خصوصا ان البلد طالعه من حاله حظر وكورونا, وكان في توقف شبه توقف للبلد, فالناس العمليه الاقتصاديه مع الناس للاسف صعبه جدا, وده احنا بننقل صوت المواطن البسيط, فعلا الناس
تعبانه وفعلا ممكن بالنسبه محمد يعني بيمثل عبء في الوقت الحالي. ممكن ناكد على كلام حضرتك في حاجه، ممكن ناكد بطريقه اكتر للدوله ان هو يكون في برنامج وعي وتوعيه للمجتمع ككل، لان احنا متاكدين وعارفين ان احنا كشعب معظمنا او 60% مننا ناس غلابه جدا 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 جدا، ما تفهمش في القانون قوي، مش فاهمه التجاوزات اللي ممكن تعملها، ممكن يعملوا تجاوزات وهم مش عارفين اصلا، وعندنا فساد ولو 1% في بعض المحليات. لا فخلينا ده 1% ما فيهوش فساد. مش عايزه اقول، عايزه اقول مثلا بنسبه والله انا مثلاً يمكن بس خلينا نتكلم تدخلت في الواقعه اللي انا حضرتها. والله العظيم انا بشكر السيد نائب مدير امن بني سويف اللي لما شاف الاسره بسيطه يعني حاول يتفادى يعني يتهد بس يعني بحاجه ما يبقاش فيه عنف، لكن للاسف السيد نائب رئيس المدينه اصر ان يبقى فيه هدم كامل، مع ان اسره فقيره جدا وست بتربي في ايتام عندها 6 اولاد جوزها متوفى من 20 سنه واللي تهدي له كمان عامل نظافه بسيط في شغال في محافظه بني سويف. ده اللي خلاني لان انا عشت الواقعه وشفت قد ايه في الناس غلابه بتضر. بتتكلم بالطريقه بالحس اللي موجود جوانا من لغه الرحمه اللي يعرفها سياده الرئيس، هو الرجل الاول في الدوله دي، واكيد هو ابن كل اب وام موجودين بينظروا لاولادهم. اكيد اكيد هنرجع تاني وننظر في حته ان احنا لو حصل عندنا هدم نراعي في حته الناس ملهاش بيت اخر، وان الناس موجوده في الشارع ملهمش مسكن. تاني حاجه نراعي حته الجهل الفكري بالقانون، ارجوكم مش كلنا مثقفين ومش كلنا عارفين الغلط اللي احنا بنعمله، ومش كل المجتمع يفهم القانون ويفهم اخطاءه اللي هو بيعملها، فنراعي الحته دي ببرنامج توعيه من الدوله في جميع القنوات والسوشيال ميديا وجميع الاماكن اللي موجوده في الوزارات والحكومه. لازم يكون في توعيه كبيره جدا قبل تنفيذ القانون بقوه زي ما تم الايام او العام الموجود ده. ناخد طبعا معانا اتصال، ناخد اتصال. الو مساء الخير. مساء الخير يا ازيكي؟ بعد اذن حضرتك ممكن اسال سؤال بس عايز استفهم منه يعني. اتفضل يا فندم. الله يخليك. انا بنيت بيت في 8/10/2019. تمام. وعملت كل حاجه ودفعت ال 25%. انا من كام؟ يعني برخصه ولا من غير رخصه؟ من غير رخصه. هو دفع اتصال. معاد ما برضه اللي بعامل برخصه برضه اتصال. اتفضل. طيب انا قدمت ودفعت ال 25%. تمام. ده المبالغ لغايه الطلب قبلوه يا فندم، بس انا عايز اتاكد لغايه امتى الطلب؟ لغايه امتى؟ 2020 ولا لغايه امتى بالظبط؟ إيه انت مش دفعت يا فندم قيمه التصالح؟ الطلب لحد امتى؟ دفعت ال 25%. الطلب امتى او التنفيذ؟ تمام هيطلع حضرتك. لا انا ارد عليه عشان انا عندي درايه بالحته الفنيه دي. شكرا لحضرتك. انت ما دام دفعت ال 25 بيطلع مهندس من الحي او من الوحده المحليه بيعاين البيت او المنزل وبيكتب تقريره وبيتم التصالح وبتاخد جواب. بيدفع بعد قد ايه طيب؟ بتقول ايه يا سيدي؟ لازم نسالك في الموضوع القانوني ده، لازم نسالك في الموضوع. طالما عندك درايه يا استاذ اشرف، رجل القانون موجود. لا هو بيدفع اول ما بيروح. لا لا بعد كام يوم؟ لا لا هو عايز اقول لك لو تم موافقه. لا 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 لو تم موافقه بيمهلوه 60 يوم عشان يدفع الفلوس بتاعت التصالح. بقيت الفلوس. طيب لو ما دفعش بقى في خلال ال 60 يوم بيتم انذاره مره ثانيه ولا بيتم بيتم تنفيذ بقى او بتروح نسيب رجل القانون هو اللي يقول لنا كمل لنا سياده المستشار وقول لنا هل بناء على السؤال بتاعه بيتم خلال 60 يوم يعني وبعد ال 60 يوم المهله بتاعته بتنتهي هل بيتم هو في اجراءات؟ لا على فكره حضرتك حاليا انا سبب ما انا بقول لحضرتك هو في دلوقتي تسهيلات بالنسبه للتصالح في جميع الاماكن سواء في الحي او في الوحدات المحليه. في تسهيلات سياده الرئيس مدي تسهيلات. هو الحقيقه ما بقاش فاضي غير انه يلم فلوس بس. هو ما بيشتغلش دلوقتي، مفيش تراخيص ومش عارف. هو مش شغال عشان دي بس. هو ده الحقيقه عشان يلم فلوس. الحقيقه اللي احنا عايزين نوصل لها سياده المستشار ان في النهايه احنا بنتكلم ان احنا بنلم لان هو ما فيش ترخيص، خلاص كله واقف، ما فيش اي اجراءات في الادارات الهندسيه، فكل دلوقتي واقف. فدلوقتي شغال بيحصل التصالح. بس تصالحات فمجلس المدينه حتى دلوقتي بداوا يا جماعه ايه طب بالراحه عشان في ضغط، فكله بيتصالح. يا معالي المستشار دلوقتي انا لما اتصالح يعني انا باجي النهارده في قريه عندي 100 متر هدفع لها خلاها دور اول،
هدفع لها مثلا وليكن 8000 على 4 سنين، بدفع 2000 جنيه وبتصالح وباخد جواب، بقدر ادخل بيه المرافق بتاعتي سواء كهرباء او ميه. العمليه مش بالسهوله زي ما حضرتك بتقولها. لا لا، في تسهيلات. انا ممكن برضه عايزه افهم من حضرتك حاجه اوضحها للناس يا سياده المستشار. ما دمت عندك النيه وهتدفعي يا استاذه. ماشي، انا بس عايزه اقول على حاجه واحده. سيبك من النيه، مصر لا تدار بالنيه. ايوه، مفيش حاجه اسمها نيه، في قانون. لا لا لا، ولا في، مفيش الكلام ده كله. في قانون، الدوله عندها قانون بتقول ان انا هطبقه، والناس بتطبقه بحذافيره. طيب عايزه اسال حضرتك، ما عندهاش روح القانون في التعامل. بالنسبه لو فعلا الناس عايزه تنفذ القانون وفعلا الناس عايزه تدفع وتتصالح، بس في حاجه هنا اللي ما عندوش امكانيه واللي مش قادر يدفع، هل في امكانيه من الدوله ان هي تراعي حته ان هو معوش في الوقت الحالي وان هو يقسط ده، يقسط المبالغ؟ طبعا طبعا، الكلام ده هو بيتم تقسيطه على 4 سنين. هو حاليا 4 سنين انت بتدفع 25% من اربع سنين ده. طيب. عشان كده بنقول يا جماعه في تسهيلات، ولكن انا بتكلم على يعني الجانب الريفي في تسهيلات. السعر 80 جنيه واحنا بنتمنى ان ينزل كمان ل 50 جنيه وبنطالب الاب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل القانون ياخد يتكلم ويقول هو يقول ان القانون الرسوم. احنا كبرنامج، لان يا جماعه الدوله مفيش حد بيعيش في كنف الدوله وياكل من خيرها وان هو بيتعامل ضد الدوله في اي حاجه. لازم دي ده خط احمر. ماشي، خلينا بس نتكلم في النقطه دي. احنا بنتكلم ان احنا ما حدش عنده ممانعه انه نعدل الخطا، بس حاسب المخطئ، اجيب رئيس المدينه، اجيب رئيس الاداره الهندسيه، اجيب مدير التراخيص، اجيب الموظف المرتشي، اللي من ضمن عيوب القانون اللي احنا بنتكلم فيه، من ضمن العوار ان هو يبقى موجود وبيحصل نسبه 1% من الفلوس دي بتخش جيوبهم. دي واحده استاذه شيرين، بس عشان نوصل المعلومه صح، 1% بياخدهم الاساتذه والبهوات اللي كانوا واقفين، اللي هم كانوا بييجوا يرتشوا منك، واللي كانوا واقفين وانت بتبني دور واثنين وثلاثه واربعه، دول هم اللي بياخدوا 1%. لما تيجي تقول لي الواحد في المية ده قد ايه، اقول لك من المتوقع ان الدوله لما تيجي تلم لها في حدود ال 200 مليار جنيه قيمه مخالفات التصالح على مستوى الجمهوريه. لما تيجي تقول لي 200 مليار وده بياخد 1%، يبقى دول هياخدوا 2 مليار جنيه. ده الموظف مين؟ المرتشي. ده الموظف مين؟ اللي كان شايف وانت شغال عمال بتبني وكان ما تحاسبوا الناس دي، الناس دي لازم تتجاب اول ناس. وبعدين مش ضد القانون ومش ضد تطبيقه، لكن احنا عايزين نقول 25% اللي بتطبق دي نسبه كتيره ونسبه غاليه على الناس. استشار، المساله هنا مش مساله قانون بس يا جماعه، ومساله طيب. ان احنا بنحاسب، معلش لحظه واحده اقول بس الكلمه دي، مش هي الفكره، مش حته ان انا بنفذ ان هو موجود بنفذ عليه، لا، وانه المصيبه انه مازال موجود، موظف موجود وده اتهدم له بسبب الجريمه، وفي حد تاني بيطلع له ترخيص للمباني. بشكر حضرتك يا استاذه، وطبعا بنتمنى رسالتنا تكون وصلت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاب لكل المصريين. يا فندم فعلا الشارع بيئن، المواطن المصري العادي ما عادش مستحمل، في حاجات كتيره بقت عبء على المواطن. فنرجو من سيادتك كبرنامج، احنا بنعتبر نفسنا صوت الشارع وبننقل النبض الحقيقي للشارع، فعلا الناس تعبانة، فعلا الناس بتئن، فعلا احنا بنطلب من سيادتك وبنطلب من السيد رئيس الوزراء يبقى هناك تخفيض، لان فعلا 80 جنيه للمتر في القرية غالي، 250 في المدينة لشاب اشترى شقة من واحد وباع ومشي واتكل، وهو اللي المفترض ان هو يعمل التصالح. في مخالفه على الردود، في مخالفه على الارتفاعات، في مخالفه على المساحات. عشان كده احنا كبرنامج بنطلب من الحكومه مخالفات كتير، والقانون يطبق والصح يطبق على كل الناس، سواء الموجود في الدوله موظف دوله في المحليات او شخص مواطن في الدوله، كلنا تحت القانون كاسنان المجد. شكرا، شكرا لك، شكرا لسعاده المستشار. وطبعا في نهايه الحلقه، أنا طبعا بما إني صوت المواطن وبرنامج همسة مواطن، إن شاء الله أنا بعلن من خلال منبري ترشحي لمجلس النواب القادم 2020، حتى نكون صوت المواطن ونقدر نتواصل أكتر مع المسؤولين. وزي ما بقول لكم في نهاية الحلقة، دايما أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.